رفعت الراية البيضاء ومن مسافة 1400 متر، وانطلقت مهرات الوطن في الشوط الأول من مسافة 1400 متر ومتقاربة المهرات من بعض البعض، وأرى أيضا لؤلؤة نوفا تحاول التقدم، وكذلك نطاحة العايل تأخذ المقدمة الآن لأبناء شريف هزاع بن شاكر العبدلي، تتقدم المهرات المشاركة بعدد من الأطوال، وهناك تألق أيضا وكذلك لؤلؤة نوفا مهرات الوطن في سباق السنتين على مسافة 1400 متر. إذن شعار أبناء الشريف هزاع بن شاكر العبدلي مع نطاحة العايل تتقدم بشيء من الأطوال والمسافة 1400 متر، ونلاحظ بأن السباق طبعا فيه نوع من الترقب والمتابعة. كذلك ألاحظ أيضا محمد الدهام يحاول أن يدفع بتألق لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز من الخارج لانتزاع المركز الأول والأمتار الأخيرة، الأمتار 400 متر الأخيرة. إذن مهرات الوطن ومحاولات أيضا للحاق بالمهرة المتصدرة، وطبعا التعليق يأتيكم من استوديو الفروسية، واللقطة تبدو أنها بعيدة من هنا، وال150 متر الأخيرة، و ما شاء الله تبارك الله المهرة المتقدمة الآن يعطينا المخرج الأستاذ ناصر محمد الصقي، وتألق في المركز الثاني، أما المركز الأول فيذهب للمهرة رقم حتى